ايه المواصفات اللي حضرتك شايفها في رئيس القاضي؟ والله يكون عادل، يكون حازم، تمام، يكون يعني في روح التسامح برضه بحيث ما يمشي الحال. ان شاء الله باذن الله يظبط البلد. يعني انا شايف ان التحديات اللي ممكن تواجهه مشكله المرور، بجد البطاله كتير، بما ان انا واحد منهم وكده، فعايزين ان شاء الله شغلي باذن الله، فالايام اللي جايه دي هتبقى احلى. في حاجه تانية، احنا يعتبر في طبقه كبيره قوي من المجتمع يعني يعتبر بسطاء وكده، فعايزين ان شاء الله باذن الله نرفع الناس دي شويه كده من القاع، عشان بجد الناس تعبت قوي. تمام، بعيد عن كده او كده، ان شاء الله باذن الله في يعني العلاقات الخارجيه برضو لازم تكون كويسه جدا، وبالذات احنا دلوقتي محتاجين، يعني مش محتاجين بس ان هو يكون ان شاء الله باذن الله يبقى في هلب كده، تمام، بحيث ان شاء الله باذن الله مصر تقوم على رجلها ويبقى كله تمام ان شاء الله. حد قوي الاول عشان الامن، وعشان اديك انا ساكنه هنا بقى لي 40 سنه، انا ساكنه في المعادي بس كنت اصلي من هنا. عايزه يعني لو اوصف لك وسط البلد دي كان شكلها ايه زمان، والقاهره الخدويه، ودلوقتي بقت ايه. عايزه حد يرجعها زي ما كانت مش اكتر. فعايزه قوه. دي البعض الجائلين دول واقفين، دي الفوضى الشديده، حتى قوه فترة رئيس القادم ان هو يلتصق بالشعب، وكمان ان هو يلتصق بالشعب ويشوف مطالبهم ايه، وبعدين يحل مشكله الشباب، اهم شيء اللي هي البطاله وكده بس. واذا كان يعمل مصالحه ولا يقضي على الارهاب خالص، لان الارهاب مؤثر على السياحه ومؤثر على كره القدم ومؤثر على البلد كلها. اهم شيء الامان في العسكري هتنجح البلد، لان احنا اتولدنا ونزلنا من ارحام امهاتنا، لان اللي ماسكها عسكري. وما يقنعش اسرائيل الا عسكري، وما يقعدش في مفاوضات مع عسكريين ويضربها بالجزمه الا عسكري، مش المعتوه اللي مش عارف يتكلم. يقف جنب الشعب ويقوي الشعب المصري مع الدول الاوروبيه. طب حضرتك ايه شايف التحديات اللي ممكن تواجهه في كده؟ التحديات الغلاء في البلد. ايش بتعيط؟ طب اجيب لك نعزل دموع. الغلاء ماشي في البلد. عشان البلد تعبانه ولازم يكون قائد قوي يعني في بالك يصد الحاجات دي كلها. طبعا نمره واحد لازم يبقى عادل. لازم الرئيس عادل. 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 اي كان بقى اللي هيجي من اي حته، شمال يمين بتاع، المهم ان يبقى هو عادل. يعني يكون قريب على البلد ويكون في ضمير. واعتقد هو هيبقى الاحداث اللي حصلت في الاخرانيه دي، اي حد هيجي هيبقى حاطط المواضيع دي يعني قدام عينيه. يعني ما اعتقدش ان حد يقدر يلعب بالناس دي. طب شايف ايه التحديات اللي ممكن تواجهه؟ هو الارهاب بس. الرئيس اللي جاي، كل اللي انا اتمناه في الرئيس اللي جاي ان شاء الله ان هو يمشي بكل سلام ويحقق عداله، ومش عايزه ان ربنا ييسر الحال. يعني لو ربنا ييسر السيسي او اي رئيس من اخوات مصر احسن السيسي او عنان، مش عايزه ان الشباب يتلم. يا معلش سوري، اخد الشباب تعاطي في باطل. انا احب ان الشاب، يعني انا عندي، انا ام وعندي ولد، ممكن يكون ماشي بالصدفه في جامعه، رايح درس، رايح اي حاجه، ماشي، اخاف ان هو يتلم في وسط اللي بيتلموا. احنا مش عايزين نقول مدني، احنا كنا بنحلم ان الحكم في مصر يكون حكم مدني، وجالنا محمد مرسي المدني عمل فينا ايه؟ هو ده المدني. مدني صرف، عمره ما شال بندقيه ولا دخل قطن سلاح. انما اثبتت التجربه ان من يحكم هذه البلد يكون انسان شريف، جاي من القوات المسلحه، جاي من مدرسه النضال والبطوله، ومدرسه بيقولوا يعني ايه، بتخرج الرجال. فاحنا والشعب المصري كله هيحط ايده في ايد السيسي عشان ننهض بهذه البلد، ودي المواصفات اللي احنا عايزينها لهذا. هو المفروض يكون قوي يعني على اساس ان هو يقابل التحديات اللي هتقابله، او يواجه التحديات اللي هتقابله. هو انا ممكن اقول مثلا ان انا السيسي ده حد جميل، بس ما ينفعش رئيس، بالنسبه لي ما ينفعش رئيس جمهوريه، هيخسر كتير قوي، هيخسر كتير جدا. يعني انا حتى لو احنا عايزين حد يمسك البلد، يعني اولا البلد دلوقتي يعني رغم الاحداث اللي بتحصل هي فيها، بس احنا افضل من الاول، هذه من وجهه نظري. مجموع بقى اللي هم الخوارج اللي بيقولوا اللي بيقال عليهم اللي هم فعلا خوارج دول، الله المستعان عليهم. اللي جاي اولا لازم يكون شاب، لازم يكون شخص يعني مش من الموجودين على الساحه دلوقتي، مش معروف للناس اعلاميا، لان كل اللي موجودين على الساحه دلوقتي اعتقد ان هم
يعني موجودين لمصالح شخصيه، يعني اللي عايز يبقى رئيس عشان خاطر يكون نفسه في الحزب بتاعه، يعني لازم يكون قريب من الشباب، لازم يكون شارك في كل الثورات اللي فاتت، ثوره 25، لازم يكون عادل، لازم يكون قريب جدا من الشباب وعارف مطالبهم، لازم يكون عانى زي ما احنا بنعاني، ما يكونش مشترك في حزب سياسي.